مراسل شبكة شام في دمشق أبو حسان، حدثنا عن أبرز التطورات خاصة في مخيم اليرموك مع تجدد الاشتباكات والقصف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته. يعني مخيم يرموك لا يزال حال كل يوم يشهد قصفا عنيفا بالحاون والدبابات. الاشتباكات ايضا مستمره يعني على قدم الوثاق كل يوم، يعني بين الجيش الحر والجيش النظامي في اول شارع الثلاثين. البارحه استشهد 7 شهداء نتيجه القصف والقمص هناك. اريد ان اذكر ايضا حي الحجر الاسود، حي الحجر الاسود تعرض ايضا لقصف عنيف للصواريخ وقذائف الهاون مما ادى لسقوط جرحى واستشهاد شخصين برصاص قناص. هذا القناص موجود عند مدخل الحي من جهة شارع الثلاثين. كما وردنا أيضا استشهاد طفلتين أختين وهما رغد وآية شريطة بسبب القصف العشوائي. أحياء دمشق الجنوبي بشكل عام تعيش هذا القصف. أحياء تضامن والعسالي تعرضت البارحة لقصف جنوني براجمات الصواريخ. يعني وسط العاصمة أيضا دمشق البارحة في الميدان سجل سقوط قذيفة هاون على أحد الأبنية السكنية. أريد أن أذكر أن الآن منذ ساعة أو ساعتين تقريبا تعرض بلدة زملكا أيضا لقصف الدبابات. أصوات القصف يعني تسمع في كافة أنحاء مدينة دمشق. بالنسبة للأمس أيضا تعرضت هذه البلدة وبلدة عربين لغارات جوية بالطيران الحربي أدى لسقوط العديد من الجرحى. القصف البارحة بطيران ميج وطيران سوخوي استهدف الأبنية السكنية هناك. أيضا القصف على بلدة زيابية من المدفعية الموجودة في معرض دمشق الدولي من الدبابات، يعني في معرض دمشق الدولي الموجود في لواء 58. نعم أبو حسان، كان هناك خبر إذا سمحت لي، كان هناك خبر عن قصف طالة منطقة جرمانة، ما دقت مثل هذه الأخبار؟ يعني بالنسبة لقصف منطقة جرمانة أنا لم يرد من صراحة أي قصف في منطقة جرمانة. ربما القصف يعني كان جرمانة تقريبا تقع على طريق المطار، مطلع على طريق المطار، ولكن لا أعتقد أن جرمانة هي التي تعرضت لقصف. يعني بلدات الريف الدمشقي الغوطرة بشكل عام هي التي تعرضت، مثل بلدة بيت سحم، بلدة عقربة، بلدة زياء. يعني هؤلاء هذه البلدات هي التي تعرضت لقصف عنيف. ماذا عن دارية أبو حسان؟ ماذا عن دارية؟ هل لا زالت هناك محاولات لاقتحامها؟ يعني محاولات اقتحام دارية مستمرة كل يوم. يعني هذه البلدة الصامدة في وجه هذه القوة كل يوم. البارحة تعرضت هذه البلدة لقصف عنيف الدبابات من قبل قوات الأسد والطيران الحربي. شن 3 غارات استهدفت منازل مدنيين وسط مدينة دارية. اشتباكات أيضا ما تزال مستمرة بين الجيش الحر. الجيش الحر البارحة دمر بي ام بي عربة بي ام بي وأعطب دبابتين، بالإضافة يعني لتدمير حافلة مليئة بالعناصر وتكبيد قوات النظام خسائر فادحة بالعتاد والجنود هناك. أبو حسان الدمشقي مراسل شبكة شام في دمشق، شكرا لك. دعا أحمد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة دعا الثوار داخل سوريا إلى توفير ممر آمن لمنظمات الإغاثة وحماية أفرادها لتتمكن من إيصال المساعدات إلى المواطنين. تصريحات الخطيب جاءت خلال لقاء مع برنامج بلا حدود يبث لاحقا. أمر مهم جدا وخصوصي لمن يحملون السلاح. هناك منظمات إغاثية كثيرة جدا ترغب بمساعدة الشعب السوري، ولكن يجب توفير ممر آمن لها وحماية أفرادها. وكل من يخطف، ليس فقط هؤلاء يا أخواننا، بكل صراحة هناك من يوثق كل عمل سلبي وربما يجر إلى محاكم دولية من أجله. لا تخطفوا الناس الأبرياء، نداء لكل الناس، لا تشتغلوا مثل العصابات، عندكم قضية مقدسة فاشتغلوا من أجلها. أحمد لقيس أحد مسؤولي